ايش بينك وبين بثينة؟ شوفي يا بنت الحلال، انا فيني صفات شينة مرة ما اخفك، بس الا الخيانة، انا ما انا بخاين. وبثينة ذي ما قد شفته ولا عمره قابلته. اجل ايش جاب سلسالها عندك؟ سرقته. اي سرقته، بس مو منها، من سالم. شك مستغربة؟ يا حبيبك اللي تحبينه حرامي، وهذه مو أول مرة أسرق، أنا أسرق أهلي من زمان. أزيدك من شعر بيت؟ أنا اللي سارق صورة أمي، واتهمت صاحب هو اللي سارقها عشان ما يشكون فيني. إيش؟ أنت؟ إي أنا، وما عندي مشكلة أعترف لك، أنا أسرق كل اللي أعرفهم، حتى فلوسك سرقتها، بحجة إني بساعد خويه اللي ما له وجود أصلاً. صحيح إني رجعت لك فلوسك، بس ما كانت نيتي أبد أرجع لك إياها، هذا حقيقتي، أنا حرامي. ايش فيك؟ اسالي اسالي ليش انا وصلت كذا؟ ليش؟ عشان عملت الزفت حقتك؟ لا 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 ابدا، انا كنت اسرق من يوم ما انا صغير، كنت ابي اهلي شوي يحسون فيني، يحسون بوجودي. اوف ولا اسمع ولا كلمه. ترى انا من الحرامي الوحيد بهالبيت اللي يسرق، كلنا حراميه. ابوي يسرق من امي، وامي سرقت حلم طفولتنا من يوم ما احنا صغار، وسالم سرق حلم زوجته، واختي سرقت حياة سلمى كلها. كلنا بالهوى سوا. أقول لك شيء، كانوا يدرون إني أسرقهم، ولا حد حس، ولا حد حتى اهتم فيني شوي. أنا ما أبي أكون كذا، بس هم اللي علموني عشان أعيش لازم أسرق معلومة، أسرق إحساس. شوفي قاعد أسرق فلوس وذهب. غلط. والله عاد هذا أنا. تبغين تكملين معاي حياك؟ ما تبغين؟ حفظ الله ورعايته، أنا ما راح أتغير. القرار اللي بتاخذينه راح احترمه والله، وما راح ازعل. انت كان حلمك تكوني ممثله، وانا حلمي اكون ابو ولدي ما يطلع علي. سمر تطمني، أنا ما شفت شيء ولا سمعت، ولا هم من هذا كله إني ما راح أتكلم.